بسم الله الرحمن الرحيم، وسهلا بكم في الدرس 34 من سلسلة دروس الهيومن أناتومي. كنا وقفنا المرة اللي فاتت في رقم 7 الترانزيشنال ابثيليوم. كنا خدنا الابثيليال تيشو وخدنا تحتيه كذا نوع، وصلنا عند النوع السابع اللي هو ترانزيشنال ابثيليوم. النهاردة هنكمل في رقم 8 الاستراتيفايد سكويموس ابثيليوم. 8 استراتيفايد سكويموس ابثيليوم. استراتيفايد معناها طبقات، أكتر من طبقة. سكويموس فلات يعني خلايا فلات مديها أكتر من إيه؟ من طبقة. اهي عرفنا ازاي. اذا stratified squamous epithelium النقطة هي بتقول انها located in the area of the body that subjected to abrasion، الاماكن اللي فيها احتكاك كتير زي الجلد مثلا. الجلد ما ينفعش ان هو الجلد يكون ايه simple squamous epithelium. ليه؟ لان الجلد ده معرض ل abrasion، معرض لاحتكاكات وضربات كتير، فلازم يكون ايه طبقات كتيرة من السكويموس. بتتسمى الستراتيفايد سكويموس. الستراتيفايد سكويموس دي النقطة B، there are two subtypes of stratified squamous. في تحتها نوعين، في منها نوعين، non keratinizing stratified squamous epithelium و keratinizing stratified squamous epithelium. ايه الكيراتين؟ الكيراتين نقدر نقول ان هو fibrous structural protein. اذا هو بروتين، الكيراتين ده هو بروتين على شكل الياف بيكون موجود في الخلايا. الخلايا اللي بيكون موجود فيها الكيراتين بتسمى كيراتينايزنج سيل، واللي ما فيهاش كيراتين بتسمى نان كيراتينايزنج سيل. الخلايا اللي ما فيهاش كيراتين. نيجي للنوع الاولاني هو نان كيراتينايزنج ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. النقطه الاولى A بتقول نو ديد لايرز اوف سيلز، ما فيش خلايا ميته، يعني النوع ده من الخلايا الطلائيه ما فيهاش خلايا ميته، كل الخلايا حيه. الحاجه الثانيه ان ما فيهاش كيراتين، يكون لون الخلايا لون عادي مفيش كيراتين. طبعا الخلايا اصلا مش ما يكونش لونها بينك. الخلايا في القطاعات التشريحيه ما يكونش لونها بينك. البينك ده اصلا بتكون صبغات اضافت للشرايح عشان سهوله التعليم، ولا الاصل الخلايا مديها الوان شبه شفافه، يعني عشان ما حدش يكون فاكر انه اي خليه او اي قطاع بيكون بينك بيكون معناها انه خلايا لونها بينك. فنيجي نشوف في الخلايا الاستراتيفايد، اهي طبقات من الخلايا من نوع الفلات واستراتيفايد طبقات لكنها نان كيراتينايزنج، يعني ايه ما فيهاش نو كيراتين. نو كيراتين تكون موجوده فين؟ نقطه بي، ميكس اب لايننج اوف اورال كافيتي، البق من جوه يعني الفم بتكون خلايا فيه من النوع نان كيراتينايزنج ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. فين كمان؟ الانال كانال، القناه الاخراجيه بتكون الخلايا من النوع ده طبقات من الخلايا فلات، وايضا موجود في الفاجينال كانال، القناه المهبليه، قناه المهبل اللي هي دي. ده المهبل مكان دخول القضيب، بتكون الخلايا اللي من جوه مبطنة المهبل هي من نوع ايه؟ non keratinizing stratified squamous epithelium. اذا اتنين keratinizing stratified squamous epithelium يعني keratinizing الخلايا فيها كيراتين، لو نلاحظ يكون شكلها مدي للغامق. النقطة طيب بتقول dead layers of cells present، يعني في عندها طبقة من الخلايا الميتة بتكون فوق او بتكون في الجزء الخارجي عادة، عكس الكيراتينايزنج اللي كان ايه نو ديد سيلز، نو ديد لايرز اوف سيلز. حاجه تانية موجوده فين؟ ميكس اب ابيديرمس اوف سكين، بتكون لي الابيديرمس اوف سكين اللي هي ايه طبقه البشره اللي فوق، اهي مكونه من كيراتينايزنج ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. اهو لو نيجي نلاحظ الخلايا اللي فوق هتكون كلها ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم من النوع كيراتينايزنج، انها فيها الكيراتين. ولو نلاحظ الطبقه اللي فوق جدا في طبقه الابيديرمس او البشره هيكون فيها خلايا ميته كده. في الهيستولوجي في علم الانسجه خدنا واحد الابثيريال تيشو، النسيج الطلائي. النسيج الطلائي ده اتكلمنا فيه في 3 نقاط، واحد الجنرال كاركترستكس الخواص العامه، والكلاسيفيكيشنز بي الكلاسيفيكيشنز، وقلنا الكلاسيفيكيشن ده بيس اون على حسب عدد طبقات تبع الخلايا according to layers of cells او shape of cells شكل الخلايا، او cellular modifications التحورات والتغيرات في شكل الخلايا المكونه للنسيج. اهو الابثيريال تيشو قلنا اتكلمنا عن النقطه A تحتيه الجنرال كاركترستكس، و B الكلاسيفيكيشنز التصنيف كان على حسب based on arrangement or layers of cells، و based on shape of cells على حسب شكل الخلايا، وايضا based on cellular modifications تغيرات في شكل الخلايا مكونة النسيج. في نقطة C قلنا types of epithelial tissue انواع الابثيريال تيشو، اللي هي كانت نقطة C انواع الابثيريال تيشو. خدنا simple squamous epithelium اللي هي بتتكون من طبقة واحدة اللي هي دي. اتنين خدنا simple cuboidal epithelium اللي هي دي. 3 خدنا simple columnar ciliated epithelium، simple columnar ciliated epithelium. و4 خدنا simple columnar epithelium with goblet cells اللي هي دي. 5 خدنا simple columnar epithelium with goblet and microvilli
اللي هي دي. 6 خدنا سودو كولامينر سيلياتد ابيثيليوم وذ جابلت سيلز اللي هي دي. 7 خدنا الترانزيشنال ابيثيليوم اللي هي دي. 8 خدنا الستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم اللي كان تحتيها نوعين كيراتينايزنج ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم والنون كيراتينايزنج ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم اللي هي دي رقم 8، وكان تحتيها النون كيراتينايزنج والكيراتينايزنج ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. 2 هناخد ايه الكونكتيف تيشو، خدنا ابيثيليال تيشو دلوقتي الكونكتيف تيشو النسيج الضام، برضه هناخد تحتيه نفس التقسيمه بتاعت الابيثيليال تيشو جنرال كاركترستكس والكلاسيفيكيشن على حسب التايب اوف سيلز، على حسب نوع الخلايا يعني، وعلى حسب الانترا سيلولار ماتر الماده البين خلويه، وهناخد التايبس اوف كونكتيف تيشو. اذا كونكتيف تيشو عندي الجنرال كاركترستيك بتاعت الكونكتيف تيشو نسيج الضام امبريونيك اوريجين، الامبريونيك اوريجين طبعا ديفلوبد اونلي فروم ميزوديرم بخلاف الابيثيليال تيشو كان ديفلوب من الثري جيرمينال لايرز. لو احنا فاكرين كان الجنين بداية تكوينه مكون من 3 طبقات، 3 بيسموه 3 جيرمينال لايرز. الثري جيرمينال لايرز كان الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم. الابيثيليال تيشو بينشأ من الثلاث طبقات دول، الاكتو والميزو والاندوديرم، اما الكونكتيف تيشو فهينشأ only from the mesoderm يعني الطبقة اللي في النص الميزو. دي كانت نقطة رقم 1. نقطة رقم 2 connective tissue consists of يكون من cell و intracellular matter مادة بين خلوية، يعني بيكون من حاجتين intracellular matter مادة بين خلوية اللي هي دي اللي تكون ما بين الخلايا والخلايا نفسها بتاعت ال connective tissue. النقطة رقم 3 they are اللي هو ال connective tissue مجموع الأنسجة الضامة في الجسم highly vascularized يعني ان فيها أوعية دموية كتيرة قوي بخلاف الابيثيليال تيشو ما فيهاش اوعيه دمويه. النقطه رقم 4 they are called connective tissue because they support and connect other tissues of body. اتسمى الكونكتيف تيشو بالاسم ده لانه بيعمل سبورت دعم وربط and connect لانسجه الجسم المختلفه. بالكلاسيفيكيشنز الكلاسيفيكيشنز اوف كونكتيف تيشو تصنيف الكونكتيف تيشو بيست اون على حسب نقطه رقم 1 على حسب ايه التايب اوف سيل حسب نوع الخلايا. احنا قلنا الكونكتيف تيشو بيتكون من خلايا ومادة بين خلوية، فبنقسم الكونكتيف تيشو على حسب نوع الخلايا دي او على حسب النقطة رقم 2 based on type of intracellular matter found between the cells. يعني التقسيمة هتكون على حسب نوع الخلايا وعلى حسب intracellular matter المادة البين خلوية. نقطة C types of connective tissue areolar او loose connective tissue. التيشو ده it's very important tissue، تيشو نسيج مهم جدا وموجود exist anywhere of the body موجود في كل أجزاء الجسم، هو نسيج مهم جدا. cells present in this tissue loose connective tissue أو areolar connective tissue. أهم الخلايا اللي فيه واحد الفايبروبلاست أهي principal هنقول تحتيها إنها principal type of cells خلايا مهمة جدا طبعا لتكوين النسيج ده. نقطة B secrete protein هتفرز بروتين الكولاجين والإلاستين الكولاجين والإلاستين into the space between the cells. يعني عندي الخلايا دي اللي هي fibroblast وما بين الخلايا هتفرز نوعين من البروتين الكولاجين والإلاستين على شكل فايبر طبعا. يكون عندي اهو هذه الإلاستين فايبر والكولاجين فايبر. الكولاجين طبعا بروتين الكولاجين طبعا الكولاجين فايبر خاصة ان هو قوي فيه قوة، والإلاستين فايبر او إلاستين بروتين فيه مرونة. النوع التاني من الخلايا عند المايكروفاجز، مايكروفاجز البيك ايترز الخلايا اللي تلتهم اي فورين ايجنت اي فورين ماتيريال اي حاجه غريبه على الجسم بتعمل لها انجلف، بتعمل لها ايه انجلف يعني ابتلاع لاي فورين ايجنت اي حاجه غريبه على الجسم. النوع التالت من الخلايا الماس سيلز، الماس سيلز دي موجوده برضو هتكون في الاريولار اور لوز كونكتيف تيشو. الماس سيلز هتفرز الهيستامين و اذر كيميكال ميدياتورز اوف انفلاميشنز، تفرز هيستامين ومعاه مواد كيماويه تانية محفزه للالتهابات. طبعا لو حصل عندي انجري للجسم الماست سيلز دي الموجوده في كل مكان طبعا لانه اللوز كونكتيف تيشو او الاريولار كونكتيف تيشو اللي احنا خدناه ده اللي بنتكلم عنه موجود اصلا في كل مكان، وفيه ايضا الماست سيلز. الماست سيلز دي لو حصل انجري او جرح للجسم تعمل لي ريليس للهيستامين او افراز للهيستامين، وده هيعمل لي الالتهاب كوز تو انفلاميشن. الهيستامين كوزز الهستامين ده هيعمل ايه causes local dilation of blood vessels in the injured area increasing، هيعمل dilation للblood vessels هيوسع لي
ال blood vessels. ال dilation هو ال blood vessel get wider، ال blood vessel تكون ضيقة هتتوسع، هيحصل لها dilation في مكان الإصابة. يعني أنا لو عندي مكان، المكان ده اتصاب، وقلنا إنه ال loose connective tissue اللي احنا بنتكلم عنه ده موجود في كل مكان من الجسم. ال loose connective tissue ده موجود فيه mast cells. ال mast cells دي ايه؟ في هتفرز هيستامين. طب الهيستامين ده هيعمل ايه لو حصل إصابة في المكان ده؟ هتعمل dilation لل blood vessels هتوسعها، ده هيعمل لي زيادة ليه؟ لل blood flow to the injured area turning to red, this called erythema. هتعمل لي زيادة في تدفق الدم للمكان ده، ولو عادة دموية مش وسعت يبقى هتزيد كمية الفلو للبلد للمنطقة المصابة دي، وهيحصل ايه؟ ريدنس، هيحصل ريد، المكان ده هيحمر. يبقى اسمه ايه؟ بيتسمى المصطلح ده بيتسمى ايه؟ الاحمرار بتاع المكان الانجرد المصاب بيتسمى اريثما. الفكرة في زيادة تدفق الدم لمكان المصاب، the idea of increase the blood flow is to increase the oxygen. هيزود طبعا الاكسجين، تدفق الاكسجين للمكان ده، المكان ده اتصاب فيحتاج اكسجين كتير and nutrients to the injured area. اذا الفكرة من تدفق الدم او زيادة تدفق الدم لمكان المصاب حاجتين، توفير الاكسجين والنيوتريانس المواد الغذائية لمنطقة الاصابة، لانه اكيد هتحتاج نشاط كبير. الخلايا هنا في النسيج ده هتحتاج نشاط كبير عشان هي تعمل هيلينج للمكان ده بسرعة، فهتحتاج اكسجين طبعا ونيوتريانس. ده كان رقم واحد، هيعمل لي الهستامين ايه؟ دايليشن، يوسع لي الاوعية الدموية. اتنين، هيعمل ايه؟ increase local permeability او leak of blood vessels، هيزيد النفاذية بتاعة الاوعية الدموية موجودة في المكان المصاب ده، بحيث ان يحصل ايه؟ leak، تسرب او يخرج منها مواد تحتاجها المنطقة المصابة، زي ايه؟ زي البروتين and water. So protein and water leak out of the vessels. This cause the local area to swollen. المكان المصاب ده هيحصل فيه ليك من الأوعية الدموية لحاجتين، المية والبروتين. مين اللي هيعمل ده؟ الهستامين. الهستامين هيحفز الأوعية الدموية إنها إيه؟ يحصل لها زيادة في البرميابيلتي. طبعا اللوكال برميابيلتي يعني طب مش كل الجسم، فقط في المكان المصاب. طبعا لما تطلع عندي مية كتير، المكان ده يحصل له إيه؟ سوالن، انتفاخ. الحاجة دي اسمها إيه؟ إديمة. بروتين ليكت، البروتين اللي طلع عندي من الأوعية الدموية الموجودة في مكان الإصابة ده طبعا هيحفز أيضا الهيلينج أو التماثل للشفاء بالنسبة للمنطقة المصابة دي. نقطة رقم ثلاثة، الهيستامين local stimulate the pain fibers. إذا ده هيعمل لي pain. الهيستامين هيعمل إيه؟ رقم ثلاثة، هيحفز الخلايا العصبية والألياف العصبية إنها تعمل لي pain للمكان ده، لأنه ما ينفعش إن أنا مكان يحصل فيه إصابة ويقعد كده من غير ألم. الألم ده فايدته إن أنا أنتبه إن المكان ده هيحصل فيه خطر على الجسم، هيحصل فيه دخول الجراثيم مثلا، هيحصل فيه التهابات، هيحصل فيه مضاعفات، فأنا لازم يكون عندي بين عشان أنا أتخذ الإجراء المناسب إن أنا مثلا أبعد عن المكان ده